يا هلا ومرحبا مشاهديني اللي أحبكم دائما يشوفون الصور هذه. اليوم حلقتنا عن نادي عريق، نادي شرق، نادي التحرير. الصورة هذه يشوفونها نجوم نادي التحرير. هذا النادي العريق كان موقعه متحف الوطني الآن، كان هاي موقع النادي، كان عن بيت عربي. نادي التحرير طبعا عيال شرق، كلهم عيال شرق، وفي مزيد شوي من هالدوحة لأنه بالقرب من البيوت قريبة. نادي التحرير مع نادي الوحدة صار دمج في 1972 بقرار من وزير التربية والتعليم الله يرحمه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني. ونادي التحرير على فكرة ترى لعيبته معظمهم دشوا المنتخب، منهم عيسى نجم وصالح النصف وعبد الله النصف، محمد علي وعلي الشيب الدكتور، ويعني كثير منهم صراحة، كثير من هالنجوم اعتزلوا. صالح النصف طبعا كان صمام أمان في منتخب قطر الله يعطيه الصحة والعافية، ومعظمهم مثلوا منتخب قطر. نادي التحرير أيام سموه نادي التحرير كان أيام مصر الغالية عزيزة علينا، أيام جمال عبد الناصر، سموا التحرير والوحدة والإحرار والنصر. تيمنا بجمال عبد الناصر أيام معركته مع إسرائيل، فحتى القطريين كانوا لهم بصمة أيضا في أسماء الأندية القديمة. وهذا نادي عريق، وأنا أصبح طبعا العربي مع دمجة مع الوحدة صار النادي العربي، ومن أرشيفي الجميل صراحة، وأحب هالصورة دائما أنا أشوفها. مشاهديني الأعزاء، أنا أحب تكونوا معي في كل حلقة حقيقة، لأن أنا عارف تحبون الأسود الأبيض، تحبون ذاك الزمن، ها؟ خليكم معي. الصورة هذه للشيخ المغفور بإذن الله تعالى جاسم بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم، يوزع مكافآت 10,000 ريال في 74 لاعبين هذولا. عيد مبارك محمد، عيد مبارك محمد عبد الغني وعبيد جمعة الله يرحمهم جميعا. مكافآتهم في البطولة الثالثة اللي قمت في الكويت 1974 منتخبنا أخذ المركز الثالث، ونشوف فرحة الشيخ جاسم الله يغفر له لأنه كان الدعم لهم رئيسي المنتخب، ونشوف الكابتن الكبير الله يحفظه أحمد علي الأنصاري مدير عد شباب ذيك الأيام ونائب الاتحاد الرياضي الأول، سمونه نائب الاتحاد الرياضي مسمى، وكان أثر جميل من الشيخ جاسم أن يكرم هؤلاء النجوم اللي تعبوا وجاهدوا في المباريات، وهي تعتبر أول بطولة لنا مركز الثالث في الكويت. وأنا أذكر أن محمد غانم الرميحي خذ أحسن لاعب في هذه البطولة، الكابتن محمد غانم من كبات الكبار، وفرحنا فرحة كبيرة أن قطري فاز بأحسن لاعب في هالبطولة. طبعا البطولة شارك فيها الكويت وقطر وعمان والإمارات والبحرين والسعودية. طبعا بعدين جونا العراق 76 وبعدين اليمن. فهذه الصورة صراحة معبرة، والكل استانس بهذه المكافأة الجميلة 10,000 ريال ذيك الأيام، ترى مبلغ يعني تقدر تقدر تتزوج بها، تقدر تسافر بها، تقدر تشتري عقار ذيك الأيام. فالصورة هذه بعد بالنسبة لي أنا أرشفية وجميلة. أنا أعتقد أنا وياكم استانسنا لما شفنا صورتين، نادي التحرير، نادي العريق، وهالشرق وهالناس الطيبين، هالشرق والرفاع. صورة ثانية أيضا أنا استانست منها أن فيها الشيخ جاسم مؤسس الحركة الرياضية والشبابية في قطر، نجومنا اللي توفوا والله يرحمهم، وأقول إن شاء الله يا رب أشوفكم بخير. حلقة قادمة حنعرض صورة أجمل وأجمل وأحلى. مع السلامة.